السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فضيحة في قوات الانتقال، تشكيل وعين من أسرة واحدة. طيب التفاصيل. عين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قياديا في قواته بثلاثة مناصب في آن واحد، في تأكيد جديد على مناطقية تشكيلاته وعشوائية تكوينها. وقالت مصادر إن قيادة قوات الانتقال عينت نبيل المشوشي الذي يتولى قيادة اللواء الثالث دعم وإسناد، واللواء 16 عمالقة أركانا لحرب ألوية الدعم والإسناد. مضيفة أن نبيل المشوشي أحال اللواءين اللذين يقودهما إلى إقضاعية عائلية، حيث عين أسرته في مناصب قيادية متجاهلا بقية الضباط الآخرين. موضحة أن المشوشي عين كل من حاجب المشوشي مديرا لمكتبه وسالم محمد المشوشي أركان حرب اللواء الثالث دعم وإسناد، مالك نصر المشوشي أركان عمليات اللواء، وسالم منصر المشوشي ركن المالية، ورعد النقيب المشوشي ركن القوى البشرية، ومحسن النقيب المشوشي الركن الطبي. مضيفة أن بين التعيينات لأسرته منير سالم المشوشي ركن الإمداد، وفهد المشوشي ركن التسليح، وصلاح المشوشي ركن الفنية، في حين عين سيف أحمد المشوشي قائدا لمعسكر اللواء، وصالح بن صالح المشوشي قائدا للكتيبة الثانية، وسامر المشوشي قائدا للكتيبة الخامسة، وعبد العليم المشوشي مستشارا لقائد اللواء. مشيرة إلى تعيين المشوشي في اللواء 16 عمالقة، كل من عثمان ناصر المشوشي أركان حرب اللواء، وعلي زيد المشوشي مدير مكتب القائد، وفيصل المشوشي ركن الإمداد، ورعد النقيب المشوشي ركن البشرية، ومحمد النقيب المشوشي ركن الطبي، ومحمد زين المشوشي ركن الفنية، وحنش عبد ربها المشوشي ركن المالية، وحسين هادي المشوشي ركن التسليح، وخالد عبد العزيز المشوشي قائد الكتيبة الأولى، وعبد زيد المشوشي قائد سرية النقل، وسالمين المشوشي أركان الكتيبة الأولى. يعني أصبح الجنوب كله حق بيت المشوشي. وبصراحة هذا فضيحة، فضيحة يعني نتكلم عنها، فضيحة لا قبلها ولا بعدها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.